إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم في قصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس مستجدات المشاريع والبرامج والخدمات الإسكانية، حيث وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الاستمرار في تبني الحلول المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص التي تحقق تطلعات أبناء الوطن في سرعة تلبية طلباتهم الإسكانية، وبما يحقق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وبمناسبة يوم الصحة العالمي، أكد المجلس على أهمية تعزيز المسؤولية الفردية في الحفاظ على الصحة العامة من خلال زيادة الوعي والحملات التثقيفية الخاصة بذلك، منوها بما توالي الكوادر الصحية والطبية بمملكة البحرين بذله من جهود طيبة في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية، وهي جهود لها محلها من التقدير من قبل الجميع. ثم أكد المجلس أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حريصة على تبني المبادرات التي تسهم في ترسيخ قيم المحبة والتعايش في العالم، وذلك في ضوء التنويه باليوم الدولي للضمير الذي اعتمدته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، والذي يصادف 5 أبريل من كل عام. بعد ذلك قرر المجلس ما يلي الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول برنامج المنزل المنتج خطوة، حيث كلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بإحالة نتائج التقرير الاستقصائي إلى وزارة الداخلية وجهاز الخدمة المدنية لإجراء التحقيق اللازم، وتكليف سعادة وزير الشؤون القانونية بتشكيل فريق لدراسة حالات جميع المتقدمين للبرنامج للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وذلك حرصا من المجلس على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق البرنامج لأهدافه وبأن يستفيد منه المستحقين من أبناء الوطن. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب. بعدها استعرض المجلس الموضوعات التالية: مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء رئيس مجلس المناقصات والمزايدات حول أهم مؤشرات أداء مجلس المناقصات والمزايدات للعام 2023. مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن مستجدات مشروع الجينوم الوطني والتي أظهرت الوصول إلى عدد العينات المستهدفة. بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج عمل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل للعام 2023، الفعاليات التي تم تنظيمها بمناسبة يوم الشباب البحريني، المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين في شهر أبريل عام 2024.